بجد القفش بيزود البلوك بطريقة. فايه اول ما الواحد يحس ان هو عنده بلوك يسلم امره لله، عشان مش هيتفك غير لما يتفك بجد يعني خلاص. انا مش بغني، انا مش بقول، انا مش بغني، انا مش بقول، انا مش بنام، انا مش بقول. اخر البوم عملناه قبل كورونا على طول كان الاخفى، انا وموريس لو او تامر ابو غزاله. كانت بالنسبه لي تجربه غنيه جدا، والبروسيس بتاعتها كانت رهيبه. اخذ 3 سنين عشان نعمله، وال3 سنين احنا كنا صراحه شغالين فيه وشغالين على شغلنا في نفس الوقت، فكانت وقت سري وغني جدا يعني. الارج بتاعته اختلفت، ما بقتش زي الاول، ما بقتش ان انا ههبد اغنيه عشان هي جات لي كده، ما بقتش ان انا هنزل اللي في دماغي زي كده الحاجات. في تعليق حصل كده وقت مش بغني، عشان مش بغني البوم سبيشال قوي، والصوت فيه متسجل بطريقه رف كده وكانه بيتخانق كده واجنست حاجه وكده. كان في خناقه في الالبوم ده محدش فاهم ليه، بس يعني مش بفهم دلوقتي. انا بحب الفولكلور جدا، وبحب اعاده الاغاني، وبحب ان انا اعمل اغاني سمعتها وعايزه كل الناس تسمعها معايا. قلت له رد يا باشا يا باشا، قال لي لغوها ما تفلقنيش. انا بالنسبه لي رايي انا في صوتي بقى هو زماره، بس بيعبر عن اللي انا حاساه معظم الوقت. يعني انا ما بعرفش اقول حاجه انا ما بحسهاش، جزء من تكويني هو المسرح، مش العكس. ما بقدرش اسجل كتير، بعيط يعني وانا رايحه الاستوديو، بدبدب في الارض وبيضغطوا عليا وكده. فاظن انه هي الحكايه ليها دعوه بالعرض، بالحضور وبالبرفورمانس اكتر. انا بنبسط بصوتي وانا على المسرح في اللحظه دي.